اهلا بيكو حبايبنا طلبة اولى ثانوي، وحشتونا جدا جدا جدا. كنا الفترة اللي فاتت في الترم الاولاني كنا متعودين لما بنخلص جزء في السنتر او الاونلاين بنبدأ ننزل ليكو كلكو سمري للجزء اللي احنا شرحناه على اليوتيوب. فالرسالة دي هدفها كله من الموضوع ان يكون في كونكشن بيننا وبين بعض، بحيث ان انت تحت اي ظرف ما بتحضرش، مش متاح انك تحضر، مع اني لاغي الحته دي وقلت في ظرف مادي ما تشغلش بالك وتعالى، ولكن في ناس عندها مشكله يعني حساسيه كده ان هي برضو لا معلش احنا بنحب براحتك يعني as you like، اهم حاجه تذاكر واهم حاجه تحل، اهم حاجه تصحصح، ده رقم واحد اصلا. بقى ده لازم يخلص، يعني انت لازم نفسيا انت مستعد لي كده. باشا احنا خدنا ايه في الثلاث محاضرات اللي فاتوا؟ باشا احنا خدنا حاجه اسمها مومنتوم، باشا احنا خدنا حاجه اسمها نيوتن سكند لو، باشا احنا خدنا حاجه اسمها سيركلر موشن. ثلاث دروس ميه ميه، مفيش حاجه خالص. سمري سريعه لكل اللي احنا قلناه، الدنيا تبقى سهله وما فيهاش اي مشكله، بس صحصح وركز. بسم الله الرحمن الرحيم. القصه، الحدوته، الموضوع، نبدا بتكتبه بحبك، ماشي نكتب بده، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول موضوع احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن حاجه اسمها اللينير مومنتم. باشا هي اللينير مومنتم رمزها ايه؟ رمزها غريب جدا، رمزها بي ال، بي ال. مستر مش دي اللي هم بيقولوا عليها بي؟ هم بيقولوا عليها بي، بس هي اصلها مش بي، هي لان البي ده رمز البريشر. احنا هنا مش بريشر، احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ بنتكلم عن مومنتم. فهي المفروض اصولها بي ال. ايا كان بص، ايه المومنتم ببساطه؟ المومنتم هي بيانات الجسم المتحرك. اي جسم في حاله حركه، الجسم ده وهو بيتحرك تساله سؤالين، قول له تعالى هو الماس بتاعتك كام؟ فيرد عليك ويقول لك انا الماس بتاعتي كذا. يبقى ده ايه؟ ده الماس بتاع البودي. طب وهو بيتحرك قول له السرعه بتاعتك كام؟ لو انت جبت الماس بتاعته ضربتها في السرعه بتاعته، كده انت حسبت له فيزيكال كوانتيتي جديده في الفيزياء تطلق عليها اللينير مومنتم. كلمه لينير مومنتم يعني كميه التحرك. ده معناه ان انت ما ينفعش تحسب المومنتم بتاعت الجسم غير والجسم في حاله حركه، لان لو الجسم بتاعك في حاله ريست ساعتها السرعه بتاعتك بزيرو، فالمومنتم كلها بصفر. اذا هي المومنتم دي يا مستر قانونها ايه؟ قال لك المومنتم البي ال القانون بتاعها ام في. كلام جميل مستر. سؤال، نعم، هو مش المفروض المثلث ده يحل لنا المشكله؟ ان لو طلب مني اي حاجه يعني، يا حبيب قلبي ايه نفسك في ايه؟ نفسي يا مستر بصراحه اجيب الام. طب يلا يا بابا، عايز تجيب الام يبقى اللي جنبك تحت والمومنتم فوق. طب مستر عايز اجيب الفي. يلا حبيبي يلا يا بابا، عايز تجيب الفي يبقى الماس اللي جنبك تحت والمومنتم فوق. طب عايز اجيب المومنتم. ايه يا حبيبي في مشكله؟ طيب تبقى مغفل بقى في الامتحان لو فاكر ان هو يجي يقول لك بابا دبتو ودبتو فتوفتو انت بتعمل ايه؟ اكيد لا، اكيد الدنيا مش كده. يا مستر طب ايه المشكله؟ المشكله بقى يا حبيب قلبي في اللي هيحصل في المومنتم. التريكات بقى تقول لك ايه؟ يقول لك ان المومنتم ده مش بيساوي ام في. ايه رايك لما دخلك في قصه 3 كويجنز اللي انت ما بتدقهاش دي يدخلك فيها تاني؟ يحصل ايه يا باشا؟ يقول لك المومنتم ام في. طب ايه رايك لما اخلي لك الفي دي في اف؟ يا ساتر يا رب، ايه الفي اف ده؟ الفي اف ده يا باشا كان موجود في المعادله الاولى والمعادله الثالثه، مفيش في اف في السكند ايكويجن. لو ده حصل المساله بتمشي كالتالي، يقول لك في الامتحان انا عايز المومنتم بعد وقت محدد، يعني بعد تايم. لو قال لك هات المومنتم بعد تايم، ده معناه انك هتشتغل بالفيرست ايكويجن وتجيب له الفي اف بالقانون ده، وتجيب له الفي اف بالقانون ده. لكن لو قال لك انا عايز المومنتم بعد مسافة محددة، ده معناه ان انت هتشتغل، هو قال لك كده بعد مسافة،
ده معناه انك هتشتغل بالمعادله الثالثه السيرد ايكويجن، هتلاقيها في الملزمه وهتلاقي كل حاجه. اختصار الفي اف على طول من المعادله الثالثه سكوير روت في اي باور 2 بلس 2 اي دي. ويا حبيب قلبي ما تنساش ان لو قال لك في الامتحان ان البودي فولز او بروجكتد، في الحاله دي الاي بتبقى ايوه بتبقى جي، عيد النيله بتبقى جي. ولو قال لك برضو نفس الكلام الاي والدي بيبقوا جي واتش، وانت راجل برنس وعارف ان الجي يا اما 9.8 يا اما كام، يا اما 10. واحده واحده، ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل يا باشا انه بيجي في الامتحان وبيقول لك ان في جسم البادي ده فولز من مبنى، فكلمه فولز معناها مثلا ان الفي اي بزيرو، ويقول لك احسب لي المومنتم بتاعتها وهي بتلمس الارض، ويدي لك بقى مسافه المبنى اللي هو الارتفاع بتاع المبنى، او يدي لك تايم نزول. فلو قال لك هات المومنتم بعد تايم، ساعتها هتضرب الماس بتاعه الجسم في الفي اف. طب انا اجيب الفي اف منين؟ من الفيرست ايكويشن. تجيب الفي اف تضربها في الماس، جبت المومنتم وانت بتلمس الارض. طب لو قال لك هات المومنتم لما الجسم كان نازل ومشي مسافه معينه اللي هي ارتفاع المبنى، تعمل ايه في الحاله دي؟ بمنتهى البساطه هتجيب الفي اف منين؟ من السر، ركز، من السيرد ايكويشن، وتطلع فوق تضربها في الماس، جبت المومنتم بتاعتك. صعبه؟ لا. السؤال يا باشا، مسائل الريشيو، ايه الريشيو ده؟ عندي حاجه اسمها مسائل الريشيو محتاجه شويه تركيز. مسائل الريشيو احنا قلنا العلاقات، بما ان يعني المومنتم بتساوي ام في، فكده المومنتم علاقتها دايركت مع الماس، وان المومنتم علاقتها دايركت مع السرعه. اي حاجتين في الفيزياء بينهم ايكوال دايركت. هو يعني ايه دايركت؟ يعني ده يزيد وده يزيد، ده يقل ده يقل. واي حاجتين في الفيزياء مضروبين في بعض، ايوه فاكر 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 بتوعنا احنا عارفين الكلام ده، اي حاجتين في الفيزياء مضروبين في بعض عكس بعض، كل ما الكتله زادت الجسم تقل، قدرته على الحركه بتقل، فكل ما الماس زاد كل ما السرعه ايه؟ قلت. فبالتالي الماس تعتبر علاقه عكسيه مع مين؟ مع الفي. بناء عليه لو جاب لك في المساله 2 مومنتم، يبقى مومنتم الحاله الاولى على مومنتم الحاله الثانيه بيساوي الماس الحاله الاولى على الماس الحاله الثانيه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ جالك في الامتحان وقال لك يا باشا عندنا عربيه كرو، العربيه دي الماس بتاعتها كذا، فساعتها كانت المومنتم كذا، فجاه حطينا فيها شويه رمل فالماس بتاعتها بقت كذا، يا ترى المومنتم كام؟ بس بشرط، في الفيزيكس عندنا اي قانون ثلاثي زي ده كده، ثلاث حاجات لو بتدرس علاقه ما بين اتنين لازم تثبت التالت، اي علاقه ما بين اتنين لازم تثبت الايه؟ التالت. يبقى سواء في الحاله الاولى او الحاله الثانيه مين اللي ناقص هنا؟ التالت مين؟ السرعه. يبقى لازم تقول له ات كونستانت فيلوستي، ات كونستانت فيلوستي عند ثبوت السرعه. طيب السرعه والمومنتم، يلا السرعه في الحاله الاولى على السرعه في الحاله الثانيه بتساوي السرعه في هنا، مومنتم الاول على مومنتم الثاني، السرعه الاولى سرعه الثانيه اهو. طيب ايه ده معناه ايه؟ معناه لو قال لك في الامتحان انا سرعتي كانت كذا فالمومنتم كم كذا، طب لما السرعه تبقى كذا يبقى المومنتم بتاعتي كام؟ برضو نفس الكلام دايركت، بس بشرط يكون هو هو نفس الجسم وليكن العربيه مثلا، فهنا تحت شرط ان الماس هي اللي ايه؟ هي اللي كونستانت، الماس هي اللي ثابته. مفهوم؟ طب هنا الماس والسرعه ايه الموضوع؟ هم علاقة عكسية، فالريشيو تبقى مقلوبة العكس. يبقى M1 على M2 بتساوي ها العكس، اي V2 على V1، بس بشرط تحافظ على نفس الايه؟ المومنتم. يبقى لازم في الحالة دي المومنتم في الحالة الأولى يكون بيساوي المومنتم في الحالة الثانية، يعني المومنتم لازم يكون ايوه كونستانت، لازم المومنتم تبقى ثابتة. دي اسمها ايه؟ دي اسمها الريشيوز والعلاقات. اوكي بعد كده دخلنا على قانون نيوتن الثاني. بمنتهى البساطه قانون نيوتن الثاني مقسم لك
او رابط لك الفورس بموضوعين، والموضوعين موضوع واحد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه، ما هو موضوع واحد اسمه نيوتن سكند لو. بس نيوتن سكند لو تحت بندين، علاقه الفورس بيربطها مع المومنتم، وعلاقه تانية بيربط الفورس بالاكسلريشن. يبقى نيوتن سكند لو مش لو، لا دول فكرتين. الفكره الاولى ربط الفورس بالمومنتم او بالتشينج في المومنتم، والفكره الثانيه ربط الفورس بس بمين؟ بالاكسلريشن. طب ما تيجي نشوف الفكره الاولى بتقول ان الفورس بتساوي التشينج في المومنتم على التشينج في التايم. عايز تقول ايه يا حاج نيوتن في الكلام ده؟ نفسك في ايه؟ ايه اللي جاي معاك؟ بيقول لك ايه؟ لو عايز تعرف الفورس اللي اثرت على الجسم كبيره ولا صغيره، روح شوف قيمه التغير اللي حصلت في المومنتم كبيره ولا صغيره. فلو لقيت ان التغيير في المومنتم كبير، ده معناه ببساطه ان القوه اللي اثرت عليك كانت قوه كبيره. يعني لما المومنتم بتاعتي تبقى 2 فجاه تبقى 2 مليار مثلا، ده معناه ان القوه اللي اثرت عليا كبيره جدا، خلت المومنتم بتاعتي تتغير قوي. طب يا مستر، لما الاقي ان اللي تشينج في المومنتم صغير، كنت 2 بقيت 2.5، هل ده معناه ايه؟ ده معناه ان القوه اللي اثرت عليك قوه تافهه جدا، قوه صغيره قوي. فده معناه ان الفورس واللي تشينج في المومنتم دايركت. عايز يكون التغيير في المومنتم كبير، اثر عليها فورس كبيره. عايز اللي تشينج في المومنتم قليل، اثر عليها فورس قليله. يبقى مين المتحكم في التغيير في المومنتم؟ الفورس، لان الفورس اللي بتتحكم في السرعه، والسرعه ام في، الفي تزيد مومنتم تزيد، الفي تقل المومنتم تقل. يبقى يو كان كنترول اللي تشينج المومنتم باي كنترولينج الفورس. اقدر اتحكم في المومنتم عن طريق التحكم في القوه. ده اللي كان يقصده نيوتن بنيوتن فيرست نيوتن سكند لو، الفكره الايه؟ الفكره الاولى. ويعني عشان تعرف تحل الحاجات دي، يلا يا باشا، ادي اللي تشينج في المومنتم، وادي الاف، وادي مين؟ الدلتا تي. وطبعا الاف والتايم علاقه عكسيه، لان كل ما بتشوط بقوه اكبر السرعه بتزيد جدا، فالتايم بيقل. فالقوه لما بتزيد التايم بايه؟ بيقل. صعبه؟ طيب فكره ثانيه، سكند ايدي. الفكره الثانيه بمنتهى البساطه بيعمل ايه؟ بيربط لك الفورس بس المره دي بالاكسلريشن، في قانون الناس كلها عارفاه والناس كلها حافظاه. بيقول ايه القانون ده؟ بيقول يا باشا ان الاف بتساوي ام ايه. بيقول ان الفورس بتساوي ام ايه. ثانيه واحده، هو المفروض لو انا جيت قلت لك ادي ام، ادي ايه، وادي اف، هو انت متخيل ان في الامتحان هيجي يقول لك اتفضل يا بابا، ده بتو، ده بتو، اضرب 2 في 2 ب 4 برضو؟ اكيد لا يا جماعه، ما تكبر دماغك بقى شويه، اكيد لا. ايه اللي بيحصل؟ ركز، بص اللي بيحصل كالتالي. شايف دي؟ هيطلع عينك فيها، شدها لك، هيخليك تشتغل بواحده من الثري كويجنز، فيرست بقى، سكند، ثيرد، وتقعد تتشقلب جوه الثري كويجنز لحد ما تطلعها. هي ايه الثري كويجنز اصلا؟ المعادله الاولى بتقول ان الفي اف بتساوي في اي بلس اي تي، والمعادله الثانيه بتقول ان في ايه، ان الدي بتساوي في اي تي بلس هاف اي تي باور 2، والمعادله الثالثه بتقول ان 2 اي دي ايكوال في اف باور 2 ماينس في اي باور 2. دول الثري ايكويشنز. فانت المفروض يا حبيب قلبي تشتغل بواحده من الثلاث معادلات دول عشان تجيب مين؟ عشان اجيب الاي والاي والاي. فهيديلك بعد، يقول لي بس انا يا مستر ما بعرفش اشتغل باني واحده من دول. بابا انت نسيت؟ تعال، هتشتغل بدي ولا بدي ولا بدي؟ قاعده لو ما فيش. تشتغل بدي امتى؟ لو ما فيش في المساله كلها مسافه. ما جابلكش سيره المسافه، ولا قال لك اي حاجه، ولا قال لك احسبها لي، ولا اديها لك في الجيفنز، ولا جاب سيرتها. امتى اشتغل بالمعادله الثانيه؟ لو ما فيش في المساله في اف، ولا قال لك وصلت لسرعه كام، ولا حتى طالبها منك، ما جابش سيرتها اصلا.
وامتى اشتغل بالمعادله الثالثه؟ لو مفيش في المساله تايم تبقى تشتغل بالمعادله الكام؟ السرد. فانت هتتشقلب في واحده من دول، تقعد تحفرك لحد ما تطلع الايه، اضرب الايه في الام، جبت الاف. صعبه؟ تمام. سؤال بقى، افرض يا عم الحاج دخلت الامتحان لقيت ان الجسم بتاعك ما بيتاثرش عليه بقوه واحده، لا الجسم بتاعك تحت تاثير قوتين. في الحاله دي بنسال نفسنا سؤال، لو انا عندي جسم بالشكل ده والجسم ده يا حبيبي تحت تاثير ادي قوه وادي قوه، طب اقول لك على حاجه احسن عشان تتخيلها اكتر، عشان عارفك بتحب تتخيل، انت عارفني ما بعرفش ارسم صح؟ تخيل معايا دي عربيه او ده جسم، قمت انا جاي زقيت الجسم ده بقوه معينه وليكن القوه دي مثلا قول 100 نيوتن، فالجسم ده وهو ماشي عمل احتكاك مع الارض، الاحتكاك ده يا جماعه قوه معاك ولا عكسك؟ اكيد عكسي، الاحتكاك بيكون عكس الحركه مش معايا. طب اعرف منين؟ بيقلل السرعه ولا بيزودها؟ بيقلل ولا بيزود؟ يا الفريكشن بيقلل، فاتجاهها مش هيكون كده بقى، هيكون العكس، فيكون ده مين؟ ده بيسموه الاف فريكشن، قوه الاحتكاك. قول مثلا طلعت معاك 80 نيوتن، كانت قوه الاحتكاك 80 نيوتن، كتير جدا على فكره. طيب مش دي يا جماعه الفورس الاولانيه؟ دي اول فورس في المساله. دي اللي غيرت حاله الجسم من حاله ستاتيك لحاله موفمنت. يطلق على القوه اللي بتخلي الجسم يتحرك من البدايه القوه المؤثره، يطلق عليها الاف اكتنج. يطلق عليها ايه؟ معلش توجدوا امتى؟ يطلق عليها الاف اكتنج، القوه المؤثره. طيب اسال سؤال يا مستر، هو الجسم ده دلوقتي مشتت تحت تاثير قوتين، 100 نيوتن كده 80 نيوتن كده، اجي اسال الجسم واقول له هي خلاصه الفورس عليك كام؟ يقول لك خلاصه الفورس عليا 20. ليه؟ ادي جسمي 100 نيوتن كده 80 نيوتن كده، الريزلتنت كام؟ 20. الريزلتنت ده ريزلتنت توتال نت موفينج، كلهم نفس المعنى. قال لك فايند الريزلتنت فورس، قال لك فايند النت فورس، فايند الموفينج فورس، فايند التوتال فورس، كلهم نفس المعنى، معناهم انجز. هات من الاخر، الجسم ده تحت تاثير قوه نهائيه كام؟ فلما اجي دلوقتي اعمل قانون فبقول فيه ايه؟ بقول لك الاف توتال بتساوي اول قوه في المساله اللي هي اف اكتنج ماينس، عشان هم عكس بعض، الاف فريكشن. يا حبيب قلبي دي توتال، ساعات بدل توتال بيسميها لك نت، هي ساعات بدل نت يسميها لك موفينج، يا باشا هي ساعات بدل موفينج يسميها لك ريزلتنت، يا باشا هي كلهم نفس المعنى، خلاصة القوة. طيب ماشي يا مستر، يعني انت كده يا مستر بتقول ان هيبقى فيه اكتر من قوة في المسألة، حلو، اعرفهم ازاي في السؤال؟ ما دي مشكلة، اعرفهم ازاي في المسألة؟ سهلة قوي. بص يا باشا، بالنسبة للإف أكتنج فهي حبيب قلبي مش هتتعبك خالص، يا اما هتكون موجودة في المسألة يا اما تطلب منك اصلا، فدي يا بابا هي اول قوة في المسألة، دي اول قوة في المسألة. طب دي يا مستر، دي يا حبيب قلبي تاني قوة في المسألة، ودي يا إما مطلوبة منك يا إما موجودة في الجيفن، ما فيهاش حفركة. أمال مين اللي فيها حفركة؟ الباشا. ده بقى لما بيتفك هيتفك معاك قانون، انزل أنت كده، أيوه، إم إيه. يبقى مين اللي بيتفك إم إيه؟ التوتال. مين اللي بيتفك إم إيه؟ التوتال. يبقى أنا لو طلب مني في الامتحان أكسلريشن أو ماس، يبقى الاكسلريشن بيساوي اف على الام صح؟ اني اف اكتنج ولا فريكشن ولا توتال؟ توتال. تاني طلب منك الماس، الماس بيساوي اف على ايه؟ الاف دي مين؟ اف اكتنج ولا اف فريكشن؟ توتال. ريزلتنت موفينج نت، اوعى تجيب الماس او الاكسلريشن بالاكتنج او الفريكشن، اوعى تجيب الماس
او الاكسلريشن بالاكتنج او الفريكشن، بتتجاب بالتوتال. اعمل الماينس بتاعك، هات التوتال حطها على الام، اقول ايه عشان تجيب التاني. صعبة؟ حلو. اسأل سؤال، قول ده لو الجسم ماشي كده. طب لو الجسم متعلق يعني ايه؟ اسمع. لا اسمع وطرطقلي ودانك. لو البادي هانجد، لو الجسم كده وقال لك هانجد يعني متعلق، هو الجسم المتعلق تحت تأثير كم قوة؟ معرفش. لا تعرف. اي جسم متعلق تحت تأثير قوتين، قوة شدة لفوق. ايه شدة؟ شدة يعني تنشن. يبقى القوة اللي بتشدك لفوق هي الاف تنشن. الاف تنشن قوة الشد، والقوة اللي بتأثر عليه لتحت، القوة اللي بتأثر عليه لتحت هي قوة الجاذبية اللي هي اف جي، اللي هي هي الويت اللي هو وزنه. الويت اللي كان قانونه ام جي. ثانية واحدة بقى، لو جيت في الامتحان وقلت لك قوة الشد لفوق مثلا قول 100 نيوتن، وقوة الجاذبية اللي بتأثر على الجسم لتحت اللي هي وزنه قول مثلا 80 نيوتن، تقدر يا سعادة الباشا تحسب لي التوتال فورس؟ ما هي هي، بدل ما الجسم كان عامل كده بقى فاهم، مش عارف اعملها لك ازاي، بس هو مشدود فيرتيكال يعني. في الحالة دي برضو هم عكس بعض، يبقى اقول له برضو اف توتال او اف نت او اف ريزلتنت او اف اي حاجة، بتساوي اول قوة هي قوة الشد الاف تنشن، وعشان برضو دول عكس بعض فهعمل برضو ماينس. مين اللي عكسهم بقى؟ الويت. فلو جسم متعلق ما تقوليش اكتنج وفريكشن، لا ركز. لو جسم متعلق ما تقوليش اكتنج وفريكشن. لو جسم ماشي على الارض هوريزونتال بيبقى اكتنج وفريكشن، لكن لو جسم متعلق فهو تحت تأثير قوتين اللي هم قوة الشد الاف تنشن وقوة الجاذبية اللي هي الويت. ما هي هي، ايوه هي هي، بس انا لسه فاهم. طب الاف نت ده، عشان دي نقطة مهمة جدا يا باشا، صح ده الاف توتال لما بيتفك يبقى ايه؟ يقولك معرفش. ولا ده لما بيتفك بيبقى ام ايه؟ طب وده لما بيتفك؟ ايوه ام جي. طب ايه الفرق؟ الام عرفهاش لكن الجي عرفها. الجي 9.8 ابروكسيميتلي ساعات بيحسبها لك بكام؟ بتن. واخد لي بالك انت؟ فكده خد بالك من المشهدين دول. لو الجسم هوريزونتال اكتنج فريكشن بعمل ماينس اجيب الموفينج، لكن لو الجسم متعلق يبقى تنشن وويت. الاف توتال تتفك ام ايه، اما الويت يتفك ام بس ام ايه؟ ام جي. صعب الكلام؟ هكتب لك كل القوانين دلوقتي، ركز معايا بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الرولز عشان الناس تحل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول قانون اهو، المومنتم بيساوي ام في. القانون اللي بعده، الاف بتساوي اللي تشينج في المومنتم على اللي تشينج في التايم. القانون رقم 3، الاف بتساوي ام ايه. القانون رقم 4، في حالة وجود اكتر من فورس بس البادي ماشي على الارض، البادي ماشي على الارض، ساعتها هقول له ان الاف توتال او نت بتساوي اف اكتنج ماينس اف فريكشن ماينس اف فريكشن. طب يا حبيب قلبي، القانون رقم 5، لو البادي بتاعك متعلق في الحالة دي هقول له ان الاف توتال او الاف نت لو متعلق فهو تحت تأثير اف تنشن ماينس الويت. افتكر يا حبيبي ان ده ام ايه، وافتكر يا حبيبي ان ده ام جي. يلا القانون رقم 6،
ان الويت ام جي. القانون رقم 7 ان الفيرست ايكويجن هي في اف ايكوال في اي بلس اي تي. القانون رقم 8 ان الدي ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي باور 2. طيب القانون رقم 9 ان 2 اي دي ايكوال في اف باور 2 ماينس في اي باور 2. دول كام قانون كده؟ دول كده 9 قوانين. دول اللي المفروض هيأهلوك عشان تشتغل مسائل. في بس نقطة، وانت بتحل الله يبارك لك في الواجب او انت بتحل في كتاب المعاصر او اي حاجة، ركز لي في الحتة دي قوي. في المسائل اللي بيكون فيها جسم كده وجسم تاني، وده يقول لك ده ام مثلا وده 3 ام والحاجات دي، لو طلب منك الاكسلريشن في المسائل دي، لو طلب منك الاكسلريشن افتكر القانون ده، اف توتال على الام توتال. هنحل مع بعض في فيديو تاني واقول لكم القانون ده، بس افتكروه. لو اي مساله جايب لك المشهد ده هتشتغل بالطريقه دي، هتقول له لو ده ام وده 3 ام او ده ايا كان الاسامي، هتحتاج في المساله تجيب الاكسلريشن. الاكسلريشن اجيبها ازاي؟ الاف توتال على الام ايه؟ على الام توتال. دي كل القوانين اللي انت محتاجها عشان تبدا تحل. دي كل القوانين اللي انت محتاجها عشان تبدا تحل. اتمنى في الجزء البسيط ده انا بعمل سمري سريع عشان الناس اللي بتحل وعايزه تفتكر اللي حصل، اديني فكرتك باللي حصل في وقت قصير. في وقت قصير، في ناس بتشرح الكلام ده في ساعتين، انا عارف انت معاك اهو وقت قصير. الحبه دول راجعهم كل شويه باستمرار قبل ما تيجي تحل. انا بحاول قد ما اقدر اخلي الفيديو قصير عشان كده ما تستتقلش ان انت تراجعه. التلت ساعه داخلين فهو نص ساعه، النص ساعه دي كل شويه قبل ما تبدا تحل على الدرس الاولاني او الثاني اللي هو مومنتم او نيوتن سكند لو، هات يا عم الفيديو ده على اليوتيوب، تعال اتفرج عليه، افتكر اللي حصل، ابدا احل. صعب. اشوفكم على خير ان شاء الله، وشكرا جدا جدا ليكم، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.